في آخر النهار يطرح السؤال الصعب، هل يوافق الآباء والأمهات على تربية أبنائهم في أسر بديلة بعد الطلاق؟ وكيف يضمنون تربية وتعليما ورعاية جيدة؟ ما سر المادة التي نسيها الجميع في قانون الأحوال الشخصية بشأن الأسر البديلة؟ مع معتز الدمرداش في آخر النهار ومواجهة مع كافة الأطراف، الليلة 8 مساء على النهار.